كورس البروجكت كوست استيميشن اند كوست. كنت هتكلم هنا عن الديتيلد استيميت. الديتيلد استيميت دي بتبقى ايه؟ يعني اللي هي بالمعنى انه كيف درس المقاول المشروع ليضع له سعر وينافس في اللي هي البيدنج او المناقصة. يعني كده لما المقاول بيشتري خلاصة الشروط بتاعة المشروع هيعمل الديتيلد استيميت. هنيجي نخش على الصفحة التانية. يعني هو الاستيميت او الديتيل استيميت ده عبارة عن ايه؟ عن 3 حاجات، هي الورك شيتس، سامري شيتس، ريكاب. لا هي اسمها ريكاب، ريكاب شيت، ريكابيتشيليشن، او هي ريكاب ان هي زي ما تقول اللي هي الخلاصة او اعادة الرأسمالة. ريكابيتشيليشن شيت. المهم الوركينج شيتس دي بتبقى معمولة للكوانتيتيز، وفيها قاعدة مهمة جدا جدا جدا، حتى انا هكتبها معانا. ان هي بيقول لك اف، هنا اف از different keep it separate. يعني ايه بقى if it is different keep it separate؟ اللي هي في الحصر، يعني لما تيجي تحصر احصر بالطريقة الصح اللي تخليك ما ترجعش تضطر تحصر تاني. ازاي؟ مثلا هندي مثال، اذا انا بحصر عدد، مثلا عندي قاعة فيها ديسكس كراسي، فانا بحصر الكراسي مثلا. ده مثال بسيط جدا. لما تيجي تحصر احصر الكراسي، ما تحصرش مثلا القاعة دي فيها كام كرسي وخلاص. لا، انت ممكن تقسمها ان في الكراسي اللي جنب الشباك، الكراسي اللي جنب الباب، الكراسي اللي في النص. افضل يعني if it's different keep it simple separate. ليه بقى؟ عشان انت دلوقتي لو مثلا خلصت الحصر كله تماما، اللي هو الworking sheets او الwork sheets، وجيت بعد كده تعمل تسأل على حاجة، مثلا أنا عايز الكراسي أو الديسكس اللي جنب الشباك أغيرهم، فهديلي أقول لي عددهم كام. ساعتها لو أنت مش حاصرهم لوحدهم سيبريت كده، هتروح تعمل إيه؟ هتعيد الحصر تاني، تروح تدور تعد دول، بس كده يبقى غلط. لأ، أنا عايز خلاص بديلك وقتك تحصر مرة واحدة، خلصت الحصر كله تيجي تقعد معايا لما أقعد أسألك على حاجة تلاقيها موجودة في الشيتس اللي انت حصرتها. ما ينفعش تاخد وقت ترجع تحصر حاجة من أول وجديد، لأن انت مش بتتكلم على أوضة بقى. افرض دي مثلا مجمع مدارس أو كذا مدرسة، شغالين في مشروع فيه 15 مدرسة، مش هنزل أحصر فصل فصل تاني. لازم ساعتها أعمل إيه؟ أبقى مجهزهم إن هما separate. لكن اللي هيحصل العكس سهل، إن أنا مثلا مش عايز بقى ده لوحده وده لوحده وده لوحده، عايزهم كلهم مرة مع بعض. خلاص هجيب مجاميع كل دول واجمعهم على بعض، يبقى هو ده. فهي if it is different keep it separate. ده في الورك شيتس. السمري شيتس دي calculating the costs، والريكابتشوليشن شيت او الريكاب شيت دي البرايس. طبعا الفرق ما بين الكوست والبرايس، كوست يعني التكلفة، البرايس يعني السعر. دي حاجة بسيطة المفروض. التكلفة اللي هو مثلا لو أنا تاجر أو أنا المقاول، مكلفاني كام لغاية ما طلعت بالشغلانة دي؟ مثلا مكلفني كام الماسورة دي لما مدها تحت الأرض ما بين 2 انسبكشن شامبري أو مانهولز؟ مكلفاني مثلا تكلفة كوست 1000 جنيه أو $1000 أيا كان. طيب دي كوست، يعني ايه اللي انا دفعته فعليا؟ اللي انا دفعته من غير اي ربح ولا اي حاجة ولا اي حاجة اخرى، ولا ايجار مكان ولا ايجار مكنة ولا اي شيء. ده الكوست، كلفتني
او يعني بالايجار بكل حاجه، يعني ده الكوست، التكلفه الفعليه لغايه المشروع ده، المشروع ده لما اتمدد. برايس بقى ده السعر اللي هيتباع فيه، زي برضو البضاعه، البضاعه في المصنع بيبقى لها كوست، لما تيجي تتباع للمستهلك بيبقى لها برايس. فالفرق هنا برايس ده السعر اللي بيبقى من ضمنه، مش البروفيت بس، كذا حاجه تانية، لكن الكوست ده التكلفه الفعليه للوحده دي او للشغله دي كلفت كام، يبدأ يحط عليها مثلا 10% 20% بروفيت مع اوفر هيد مع ايا كان، يبقى ساعتها ده البرايس. يبقى كده عندنا الوركينج شيتس، يعني اول حاجه في الاستيميت بروسيس المقاول لازم اول حاجه يعمل ريكالكوليتنج للكوانتيتيز، لان الاستشاري بيبقى عامل حصر الكميات مش دقيق. قلنا مش دقيق ليه قبل كده في السيشنز اللي فاتت، في الفيديوهات اللي فاتت هتعرفها، كانت سبب يعني سريعا كده ان هو بيسيف نفسه علشان يحط سعر حتى لو ازيد من الطبيعي مثلا ب 20 30 مليون. هو لو حاطط السعر ده وقت المناقصة، المقاولين طبعا مبيعرفوش السعر اللي حطه الاستشاري، والمقاولين بيخشوا المناقصات على اسعارهم هم اللي هم شايفينها بربحهم بكل الحاجات اللي احنا هنعملها دلوقتي دي اللي هي التيلد اسمت. لو اقل من الرقم بتاع الاستشاري مفيش مشكلة، لكن المشكلة وتبقى الأزمة والإحراج حتى الاستشاري، واللي اتعطل للكلاينت وعطل للشغل ممكن يستنوا يعملوا بيدنج تاني مدة 3 شهور، يستنوا عشان يعملوا إعادة دراسة تاني لو كان سعر الاستشاري أقل من كل الأسعار المتقدمة. فأنت كده إيه، الاستشاري مضارب يعني رقم زيادة، ضارب فاكتور عشان يعلي الدنيا. إحنا كده كده الأسعار بتاعته هو عارف إنها محدش هيشتغل بيها، بس أهي تدي إيحاء طبعا برضو 20 30 مليون كتير، يعني مثلا المفروض إن أنا مثلا أبقى عامل أو لأ والله بتيجي اللي هو مثلا استشاري عامل المشروع ب 130 مليون، ويتقدم عليه من 100 110 120، يتقدم عليه كده ممكن واحد 135 يعني حسب. طبعا في ساعتها في المناقصات ده ما بيقول لك العرض الفني اللي كسبان، يعني اللي قدم على المقاولة دي مثلا 20 مقاول منهم 5 بس عرض فني بتاعهم اتقبل، هم دول بنبص على العرض ايه الفاينانشال اوفر بتاعهم العرض المالي، وغالبا الاقل فيهم عرض مالي هو اللي بيكسب. دي يعني قاعدة. فاحنا دلوقتي كده اول حاجة هنعملها اول ما ناخد بال يعني عشان نشتغل على المشروع recalculating ال quantities recalculating quantities، ودي ممكن تكون على اكسل شيت. طبعا لازم نعمل اكسل شيت علشان تبقى سهلة، في ازود حاجة طالعة حاجة ما اعملها بطريقة تانية على وورد ولا حاجة، لا عايز شيت عشان ومعادلات عشان يحسب ويجمع ويطرح بسهولة. افرض انا حسبت حاجة وزودت عليها وهكذا. النقطة اللي بنقول عليها التانية ان الشيت دي ممكن توصل لألف شيت، مش مشكلة، مليون شيت ايا كان، يعني مش مليون انا قصدي يعني كام الف شيت، دي مش مشكلة. الوركينج شيت دي حصر 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 حصر. السمري شيت او شيتس هو بيبقى وان بيج شيت، ده شيت كبير بنلم فيه يعني ده بيبقى مخصوص بالكوست، حتى بيبقى فيه قواعد بيقول لك ايه اهم قاعدتين في السمر شيت، ان انت ما تنساش اي ايتم، وما تعملش دوبليكيت، لان انت لو نسيت اي ايتم يعني انت هتخش المناقصه خسران مثلا حاجه، ليه؟ لان انت داخل مثلا بعرض سعر انت نسيت تضيف كام متر مثلا خرسانه، بس هو فعلا هتعملهم، فده هيخلي الاستيميت بتاعك غلط عامه. طب لو دبلت هيخلي الاستيميت بتاعك اعلى بزياده، ممكن تخسر المناقصه لان انت فاكر ان انت هتشتغل على 1000 متر وهم مثلا 100 متر بس، او هم 800 متر، ففي 200 متر فرق عن الناس كلها، فيبقى سعرك اعلى منهم ايا كان. بس كده، فاحنا كده قلنا القاعده الجوهريه في الوركينج شيتس اللي هي تفصل كل حاجه على قدر المستطاع، قلنا اللي هي if it is different keep it separate. قلنا بقى في السمري شيت اللي هي calculating the costs، هندي أمثلة على دلوقتي علينا نوريها له حتى. don't forget any item don't duplicate anything، ماشي؟ فكده السمري شيت هو عبارة عن شيت كبير أو مجموعة من الشيتس، عشان كده بنقول شيت أو شيتس، ده بيحسب الكوستس بس، وهو هنا في الـ في السمري شيت ده بيسموه زي ما بيسموه البير
البير كوست اللي هو النت دايركت كوست اللي هو تكلفة تشغيل عمل الايتم ده، بس تكلفة تشغيله فقط. لكن في other costs مش مضافة هنا، زي ما كنت بقول في other costs مش مضافة، لكن ده تكلفة تشغيل عمل الايتم ده بس. وزي ما قلنا اهم حاجة، اهم قاعدة، ما تنساش حاجة، ما تكررش حاجة. يبقى زي ما بنقول summary sheet لحساب التكلفة التشغيلية فقط. يعني مثلا لو كان عندي 70 مليون، 70 مليون المشروع ده تكلفته مثلا، طبعا ده كده ما ينفعش اطرح المشروع ب70 مليون، لان في other costs والبروفيت. يعني تكلفة الكوست عليها 70 مليون، دي تكلفة تشغيلية، في other costs انا مش ضايفها منها، يعني لو costs لو شركة ولا حاجة، الماركتينج على مش عارف ايه، على مرتبات ايه، على الهيد اوفيس اوفر هيدز اللي هي مرتبات الناس اللي شغالين المشروع ده، اللي هم في بيخططوا للشركة، اللي بيعملوا البلاننج للشركة، اللي هو الفوركاستنج للشركة، حاجات كتيرة بتضاف على المشروع ده، زائد البروفيت. فانت عشان كده لو تك كوست حسبته برقم، الرقم ده لسه بيتعمل عليه حاجات تانية، عشان اللي هي كتاب، عشان تطلع له سعر تخش بالمناقصة، وبرضه ما تبقاش افور اوي تخسر، ما تبقاش قليل اوي ما تكسبش كويس. الريكاب شيت ده بيقول لك اعادة بقى رأس، اللي هو الريكاب شيت ده اللي هو فور كالكوليتنج برايسز، اعادة رأس مالة المشروع ده بقى بيحسب الاسعار مش التكاليف. فاحنا قلنا الفرق ما بين السعر والتكلفة او البرايس والكوست، لو قلنا التكلفة 10 يبقى السعر كام مثلا؟ 15. 5 دي مش كلها ربح، دي الاذر كوستس اللي احنا قلنا عليها مش محسوبة في الكوست اللي هنا، بلس البروفيت او زائد الربح بس. وفي المشاريع دايما هتلاقي دايما الوركينج شيتس تختلف، لان المشروع ده عايز احصر حاجات، غير عايز احصر ده، غير احصر ده، فبتختلف شكلها. لكن السامري شيت والكاب شيت معظمهم متشابهين. فاحنا هنا مثلا في الوركينج شيتس دي، في مثال موجود هنا في المحاضرات دي، مش هو ده الاوحد يعني، طبعا انا شكل كده بس بص عليه، لكن انت ممكن تعمل اللي انت عايزه. يعني زي ما ده اهو استيميت ورك شيت رينفورسينج ستيل، كاتب لك مثلا الكوست كود، الديسكريبشن، اللينث، الويدث، السبيس، الكاونت، البار سايز، اللينير فيت، مش عارف يعني، هو بقى يحصرها بالطريقة دي. ده اكزامبل. فاحنا زي ما اتفقنا كده الوركينج شيت، احصر احصر احصر، if it is different keep it separate على قد ما تقدر. فكده عرفنا ان الديتيل estimate through 3 steps: working sheets, summary sheet, recap sheet. احنا بصينا دلوقتي على working sheets، هو ده. هنشوف دلوقتي السمري شيت. ده example للسمري شيت. طبعا هو الاكزامبل ده مبسط، طبعا انت ممكن يعني المبسط اللي يعني شايف الماتيريال هنا، ممكن تكون صفوف كتيرة مش ماتيريال، يعني يكون صف هنا وصف هنا وصف هنا وصف هنا. الليبر ده ممكن برضو يكون صفوف كتيرة تحت، مش لازم يكون بس واحد. وان اليونت، الكوانتيتي، الاكتوال ايتم، اكويبمنت، سب كونتراكت، توتال. المهم هو هنا بيتكلم، بيتكون ما بين هنا الايتم، الكوانتيتي بتاعته، اليونت اللي هتمجر بيها، الماتيريال، ليبر العمال بقى، اللي هو فريمورك، كونكريت، بليسنج، ليفلينج، ال equipment لو هتأجر هنا برضو ممكن تبقى ال equipment كذا صف مش صف واحد، ال subcontractor لو انت جايب subcontractor يعمل لك اي شغلانة، وهنا هتجمع التوتال. الفكرة هنا بقى هتبقى يعني فيها تركيز شوية، لأن هنا المفهوم هنا مش بنفس الشكل اللي انت هتعمل ده، بشكل مبسط جدا. انت هتفهم الفكرة وتقدر تطبقها على المشروع اللي عندك، وتعمل زي ما قلت، تزود الروز، زود العمدان، زود حسب الليبرز اللي عندك، حسب الماتيريالز اللي عندك، وهكذا. طبعا هنا في الاكوبمنت، يعني مثلا عايز كرينز، لو عايز ابوناش، عايز رفعات، عايز ايا كان كرينز،
في جدل ما بين انت تأجرها ولا تشتريها. طبعا بيبقى المفروض يكون عندك اللي هي equipment management أو إدارة معدات في الشركة، هي اللي بتدرس الموضوع ده. المفروض بتعمل له economical analysis ال equipment، بحيث ان هو ايه تعمل لها دراسة اقتصادية، يعني ازاي اشتريها ولا اجرها مثلا، لان كل معدة مثلا ليها تكلفتين، تكلفة الملكية وتكلفة التشغيل. تكلفة الملكية دي ان انا هيبقى عليا ايه تأمين وتخزين وصيانة المعدة والديبريشيشن بتاعها. تكلفة التشغيل دي اللي هتكون وانا بشغل عليها تكلفة، عشان العامل اللي واقف عليها، الصيانة، الحاجات بتاعتها كلها. فانا دلوقتي هفكر هل هأجرها ولا اشتريها. طبعا بتتحسب بطريقة واقعية، مثلا لو قلنا المشروع ده هشتغل فيه سنة، فانا هأجر المعدة دي لمدة سنة، بإيجارها لمدة سنة مثلا هتكلفني 100,000. العائد على ربحها مثلا 100، المعدة دي 160,000، 150,000، فكسبت 50,000. طب لو أنا ما اشتريت المعدة دي كنت هشتريها مثلا ب 300,000، يبقى ملهاش لازمة. ومش لازم يكون ملهاش لازمة، أنا مش شغال في مشروع واحد، ما أنا ممكن أشتريها عشان هتشتغل في المشروع في 3 مشاريع، فهي هتبقى ب 300,000. بس 3 مشاريع كل مشروع هيجيبني 150,000، أنا هكسب التوتال للمعدة مثلا 150. حسب، بتبقى لها فكر كده يعني. المفروض دي إدارة المعدات اللي في الشركة هي اللي بتقول نشتري ولا نأجر. بعض الأحيان أنت بتضطر تأجر، أو بعض الأحيان هتضطر تأجر، بعض الأحيان تقدر تشتري، لأن يعني مش لازم يكون معاك التكلفة اللي هي إنك تشتري بيها على طول. فالإكويبمنت هنا لو محتاج أنا أأجر أو أشتري هيتحدد على أساس الدراسة في إدارة المعدات النهار، اللي هي بيسموها الايكونوميكال اناليسيس أو الدراسة الاقتصادية للمعدة. وعموما احنا عندنا في حساب الكوست اللي هو التكلفة، زمن معنا ما بيفرقش، مهمة جدا تكلفة. أنا عايز أعرف تكلفة دي كام، ماليش دعوة بالزمن دلوقتي. بس عندنا بقى في نقطة دلوقتي، مثلا لو عندنا الجدول ده واحنا هنا رسمين المعدة دي وحاطين تكلفتها هنا، لو عشان نشرح الجدول ده دلوقتي، هنا الماتيريال، هنقعد نحط ايه الماتيريالز، ماتيريال ونجمع المجموع بتاعهم اسمه اكس 1. الليبر هنا عندنا برضو الليبر، هنحط عامل السباكة، عامل مش عارف الخرسانة، تك 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 نحطهم. بس خلي بالك هنا ما بنجمعهمش، لو تلاحظ ان هنا اي سعر بنحطه هنا نضربه من 20 لـ40% زيادة، نزود يعني على 20 لـ40% زيادة. دي اللي بيسموها ايه، اللي هي الدايركت والاندايركت. الاندايركت دي عبارة عن يعني ايه ال 20 لـ40% زيادة دي؟ دي اللي هي تأمين العمال، التسكين بتاعهم، تنقلاتهم، مصاريفهم، افرض ليهم غدا، ليهم عشاء، ليهم بأجر لهم مكان وكده. دي طبعا غير الموجودة في اللي موجودة في اسمها دي السمري شيت، دي الاندايركت اللي هنا بقول عليها هنا. فانت اي سعر هنا للعامل ده، العمال دول هتضيف عليهم غير كده كمان ال 20 لـ40% دي بتكون ايه، مثلا لو انت عندك في المشروع ممكن يكون العامل فعلا بياخد له في اليوم 50 جنيه، اللي هم على العمال الغير مهر دي خد لها 50 جنيه ولا 60 جنيه في اليوم، بس هم كتير فرقم بيعد معاك. بس انت بيبقى عليك تكلفة بتزود ليه على 50 و60، دي 20% مثلا، لان انت مش مجرد العامل ده موجود كده، بالعكس العامل ده عايز ليه سوبرفايزر، ليه فلوس وليه مرتب وليه يومي برضه. السوبرفايزر ده علشان العامل غير مهر ده ممكن ما يشتغلش، محتاج ان هو دايما يبقى متراقب، محدود له الشغل، فانت بتصرف ده. غير بقى زي ما قلنا انه عليك تأمينه وتسكينه وتنقلاته ووجباته وحسب. نيجي هنا على الاكويبمنت، اقول لك هنا المشكلة لو كانت المعدة، لما نيجي نجمعها، افرض المعدة دي الكرين دي هتستخدم في البند ده وهتستخدم في البند الاتش فاك، فهنعمل ايه هنا المشكلة ساعتها. كده هحمل تكلفة الكرين دي على ايه، هو ما ينفعش اضيفها هنا واضيفها هنا، احنا لسه قايلين ايه، احنا مش هندوبليكيت ولا هنعمل اسمه ده، يعني مش هندوبليكيت ولا هننسى حاجة.
احنا ممكن نعمل حركة اصلا، نضيف بند لوحده خالص نسميه ايه، الكرين مثلا، والبند ده مثلا احطه قدامه التكلفة كاملة مرة واحدة. هو انا اجرته سنة ب150 ألف، حطيت ال150 ألف كاملة ساعتها كده. ده كمان ده الكلام صح 100% في التكلفة، لكن المشكلة هتكون عندي هنا في الكوست كنترول. كوست كنترول دي اللي هو يعني في الالوكيشن، في اثناء المشروع ما بيشتغل بيبقى مثلا الانفويسز اللي عايز تطلع، المستخلص، الفلوس. طب ما انا اشتغلت كرين ده في الجزئية دي فانا وخلصتها، فانا مش هاخد فلوس بس الجزئية دي للفينش، هاخد جزئية ان مأجر الكرين 5 ايام هنا، زائد ان هو ممكن في نفس اليوم يشتغل هنا الصبح في الزون A، بعد كده بعد الظهر يشتغل في زون B، اخر اليوم يشتغل في زون C. فهنا بتبقى دي المشكلة، ان انت لو حطيته في بند لوحده خالص والبند ده حطيت في التكلفة الكلية، انت هنا في الكوست كنترول هيطلع لك مشكلة، ان مثلا الونش ده اشتغل في 7 أنشطة مختلفة زي ما قلت، او 3 أنشطة مختلفة، يبقى ما ينفعش احمله على نشاط واحد بس. يعني ما ينفعش شغلته في 3 زونز طول اليوم وراح محوله محمله سعره النهارده على زون ايه بس، واشتغل على زون ايه وزون بي وزون سي. فانا ممكن ساعتها اضطر اعرف هو اشتغل قد ايه في زون ايه، قد ايه في زون بي، قد ايه في زون سي. وهنا بقى ابدا اقسم تكلفته حسب، ممكن يكون اشتغل في زون ايه مثلا 5 ساعات، واشتغل في زون بي ساعة، واشتغل في زون سي ساعتين. فمش معقول هحمله على بي ولا سي ولا ايه لوحده برضه، انا هحمل على ده 5 ساعات، واحمل على ده ساعة، واحمل على ده ساعتين، يبقى بحمله على البند. فاحنا هنا نيجي دلوقتي جبنا الماتيريالز ايا كانت عددهم ونجمعهم كلهم عندنا X1، جبنا الليبر زي ما اتفقنا، اي ليبر هنا بنضيفه 20 ل 40% على التكلفة، الكوست بتاعته اليومية بتاعته نضيف عليها 20 في 40%، ونجمع كل الموجودين في اللاين ده. يبقى X2 عندنا هنا الإكويبمنتس كلها نجمعهم على بعض، عندنا X3 مفيش سب كونتراكتور هنا طبعا، احنا سب كونتراكتور يا شغال يا مش شغال، ممكن يبقى شغال بس قول هنا مفيش. فهنعمل ايه؟ نجمع X1 زائد X2 زائد X3 يدينا C1. هنا بنجمع التوتال خلاص عندنا. وخلي بالك هنا الكوانتيتي قالك فروم ورك شيتس، انت في الورك شيتس بتاعت حصرتهم كام متر مكعب. في ال HVAC احنا قلنا ايه كوانتيتي 1، عملناها ايه لمسم، يعني في مقاولة هيك ياخدها كده زي ما بيسموها شاكي بريك، مقاولة كاملة ماليش دعوة، انت تاخد في المقاولة دي 500 ألف، خلاص هي 500 ألف انا مسمى، فما فيش اي تجميعات تانية، لان المقاول اللي هيجي ياخد الجزء بتاع الاتشفاك ده لمسم هو ذات نفسه هيبقى عنده نفس الشغلانة دي، يعني هو ذات نفسه هيبقى عامل ديتيل اسمت عشان يطلع في الاخر كوست منه، يطلع برايس ويجي يديك البرايس هنا مرة واحدة. يعني هو مثلا ادالك 500 ألف، فهو عشان يوصل ل 500 ألف الدالة دي هيعمل اللي احنا بنعمله ده دلوقتي برضه. بس قول احنا هنا قلنا له يا عم المقاول عايز كام في البند الاتشباك ده، خد ادرسه درسه ورجعه اداني 500، قال لي 500 ألف ماشي، واحنا ضايفين هنا 500 ألف، فكده عندنا سي 1 اللي هي مجموع ده زائد ده زائد ده ادانا سي 1. المقاول اللي طلب مننا بتاع الاتشباك 500 ألف، يبقى سي 2 500 ألف. نيجي هنا بقى ايه، نجمع كل دول على بعض، ادينا اللي هنا اللي هي كوست بتاع الماتيريال، نجمع كل دول على بعض اللي هو الكوست بتاع الليبر، نجمع كل دول على بعض كوست بتاع الايكوبمنت، نجمع كل دول على بعض لو في كذا صب. طبعا انت هنا انا مدي لك مثال واحد واتنين وبس، انت ممكن يبقى شيء ده اصلا في 50 60 بند، تجمع كله يبقى ده ايه الكوست بتاع السب كونتراكتنج، تجمع دول على بعض يديك توتال كوست، وتجمع السيهات دول على بعض يعني سي 1 2 3 فوق هنا يدي، يعني التوتال كوست ده المفروض لما تجمع كده وتجمع كده يتساوى. ده كده السمري شيت عشان نقلب الصفحة.
نيجي بقى هنا على ال recap sheet. هنا ال recap sheet لازم نشرح فيه حتة حتة، لأن هو هنا احنا جبنا ايه السامري شيت اهو، الحتة اللي هي بتاعت السامري شيت اخدناها وهنضيف عليها الجزء ده، هو ده اللي بيعمل له إعادة الرأسمالة زي ما بقول، أو ال recap recap للفلوس اللي هي اللي عملتها للكوست، لأن هنا في الآخر هنطلع منها ال price. هنا مثلا هنتكلم على AC1، عندنا هنا ده مثلا اللي هي الضريبة، ودي بتبقى نسبة مئوية. هو بص اقرا كل حاجة ده، هنا بيقول لك السيلز تاكسس نسبة مئوية فروم كوست ماتيريال، يبقى النسبة من دي بيديها لك تروح ضاربها فيها، ادينا AC1. البي رول تاكس نسبة مئوية من الليبر، نسبة مئوية من الليبر تضيفها هنا. ستورج والانشورنس للاكويبمنت بيبقى عندك رقم انت عارفه تحطه في الاي سي 3. السايت اوفر هيدز، السايت اوفر هيدز هنا يعني ايه؟ لو عندنا مثلا سوبر فايزرز ممكن نحط تكلفتهم اللي هي مرتباتهم على السايت اوفر هيد، لان احنا هنا جايبين مشرفين مخصوص للمشروع ده. السيفتي، لو مثلا المشروع عبارة عن جزيرة، بس جزيرة هعمل لها توصيلة، الجزيرة قريبة من الشط شوية، فأنا محتاج أعمل لها كوبري، أو الموقع مش لازم يكون جزيرة، يكون صعب الوصول ليه لازم أعمل له كوبري عشان أوصل له، فعمايل الكوبري ده سعره سايت أوفر هيد، عشان أجيب شركة وتيجي تخش وتعمل لي كوبري ده وتجهز لي دخول الموقع، يعني اي موقع زي المواقع اللي في الصحراء يعني فيها سايت اوفر هيد، ان انت بتقعد تظبط الارضيه عشان العربيات تخش وتطلع، على الاقل عربيات النقل الكبيره مش بترصفه بس بتظبطه، اش رمل ناعم كده وصخر متكسر العربيات بتمشيش عليه يوقعها ويقلبها، فانت هنا ده يعتبر سايت اوفر هيد. يعني من الاخر السايت اوفر هيد اللي هو بيقول لك اي حاجه او اي شيء لازم لعمل الشغل ولا يوجد لها بند فوق، يعني اي حاجة لازم لعمل الشغل وملهاش بند من البنود فوق اضيفها هنا. فكده السيلز او ضريبة المبيعات فات مثلا ان كذا ماتيريال احطها هنا، بيرول بتاع الليبر احطه هنا، بيبقى نسبة طبعا لكل دولة مختلف. ستورج والانشورنس بتاع الاكوبمنت احطه هنا، واي عمل او شيء لازم لعمل الشغل ده عشان ابدا اشتغل في الموقع ده، او اجيب ناس زياده عشان تبقى سوبرفايزرز مثلا للعمال اجيبهم بس المشروع ده، ده سايت اوفر هيدز محتاجه المخصوص، او هجيب مش بس مشرفين، هجيب ناس مخصوص عشان تدرس التربه دي، ده مش مجالي مثلا انا شغال هنا في الجيفاك بس، فهجيب ناس تدرس التربه دي عشان نبدا نشتغل عليها، فانا هجيبهم دول سايت اوفر هيدز عشان يدرسوا الحته دي ويدونا مثلا دراسة تربة ويمشوا، ممكن احطها سايت اوفر هيد زي هنا، لو يعني اي حاجة مش موجودة في ال ليها بند هنا ولزمت لعمل الموقع ده او الشغل ده احطها في السايت اوفر هيد. كان بيقال ساعات تلاقي السايت اوفر هيد عالية جدا، يعني السايت اوفر هيد دي في بعض المشاريع تلاقيها رقم كبير جدا. احنا هنمشي مع بعض بالارقام، لو قلنا مثلا السي تي هنا مجموعه مثلا لقيناه 10 مليون، 10 مليون، في قاعدة عامة بنعملها، هو الموضوع هنا يبقى زي trial and error، انت المفروض 10 مليون وتجمع عليها ده زائد ده زائد ده زائد ده يديك ال AM1، يعني انت لو جمعت عليها تديك AM1. القاعدة اللي انا بقول عليها بقى ان انا اجيب السي تي دي واضربها على طول في 1.5، الرقم ده بيكون كام؟ اضربه في 1.5 طبعا مع الاخذ بالاعتبار في السايت اوفر هيدز، لو السايت اوفر هيدز هنا مش رقم ضخم يعني رقم عادي حاجه بسيطه خلاص، اجرب مره ان انا اخد السي تي ده واضربه في 1.5 واحطه هو على طول الرقم ده، يا اما طبعا انت لازم تقارن الاول، يعني السي تي زائد الرقم ده زائد الرقم ده زائد الرقم ده زائد الرقم ده، لو قلنا بلاش 5 10 مليون، قلنا ده مثلا 1 مليون جنيه، جمعنا عليه ده AC1 زائد AC2 زائد AC3 زائد AC4 طلع 1.2 مليون،
طب لو انا ضربته في 1.5 هيبقى 1.5 مليون. لا يبقى اخد الرقم الاكبر، اروح ضارب ده في 1.5 على طول، احطه هنا، احطه هنا الرقم ده، لان مش ده مش رقم النهائي لسه، احنا عندنا رقم نهائي لسه، هنعمل في الرقم ده حاجة تانية. ده هو البيد اماونت 1 اللي هو البيد اماونت اتريشن 1 الام 1. لسه بقى في اي سي 5 و6 لغايه 11، دول هنعمل فيهم ده. دي بقى مصاريف تانية موجودة زي مثلا الانشورنس، الانشورنس عندك اللي هي التأمين، أي تأمين عندك هيتحط هنا رقم. البيد بوند، البيد بوند خلي بالك هيعمل لك ايه؟ انترست. يعني دلوقتي انت كان في اللي هو خطاب الضمان اللي هو مثلا 1% من المشروع، لو المشروع ده مثلا كان ب100 مليون خلاص، والبيد بوند اللي هي 1% اللي هي من 100 مليون تبقى 1 مليون. طب انا لو كنت حطيت ال1 مليون دول، هي بتبقى محبوسة مفروض في البنك 3 شهور لحساب المشروع بتاع ال حساب قصدي مالك المشروع ده، هو يتحكم فيها زي ما هو عايز، لو رسي عليا المشروع هاخدهم، ما رسيوش عليا يرجعوا. بس انا وانا بحطهم في البنك ال3 شهور دول، ما انا لو حطيتهم في البنك لصالحي انا كنت هاخد عليها انترست عالي، يعني 1 مليون مثلا، لو كمان 1 مليون مثلا دولار ولا 1 مليون جنيه مثلا حطيتهم، تخيل انت كده سايب 1 مليون جنيه في البنك 3 شهور، هتجيب لك كام؟ لو البنك بيديك مثلا 7.5% في الشهر، اضرب بقى 7.5% في المليون في 3 شهور، يبقى ده رقم، يبقى انا خسرته، دي opportunity cost. فانا بعمل ايه؟ بضيفها هنا. يعني قلنا لو المشروع ب100 مليون يبقى البيت بوند كان، والبيت بوند كان 1 مليون اللي هو ضمان خطاب الضمان، ان انا حاطط 1 مليون في البنك باسم صاحب المشروع لمدة 3 شهور عشان اخش المناقصة. لو قلنا مثلا نسبة الفوائد 12% في السنة، يبقى الشهر هيديني 1% مثلا، يبقى 3 شهور هيدوني 30,000 جنيه، الشهر هيديني 10,000 جنيه زيادة عن المليون، أرباح المليون، يبقى إيه؟ 3 شهور كان المفروض فيه 30,000 جنيه أنا هكسبهم، لو الفلوس دي بجيبي يعني أحطهم كده في البنك، طلع لي 30,000 جنيه في 3 شهور وأخدهم. فأنا بضيفها هنا. في حل تاني، إن ساعات البنك ممكن يديك الخطاب بمبلغ محسوب وخلاص، يعني يقول لك خد ده من عندي من غير ما تحط فلوس، يقول لك الخطاب ده تكلفته عندي مثلا 10,000، فأنت هنا هتشتري الخطاب الضمان ب10,000 وهتضيفه هنا. يعني سواء ان حطيت فعلا الفلوس، انت مثلا مالكش علاقات كويسه مع البنك فهتحط الفلوس فعليا عشان يديك خطاب الضمان وتعمل الحسبه اللي انا قلت عليها دي، يا اما لو معاك علاقه كويسه مع البنك وادالك مثلا خطاب الضمان كده، او اداهولك بتكلفه 10,000 جنيه بس، لك تدفع لي 10,000 جنيه وخد الخطاب الضمان ده من عندي، لو رسي عليك المشروع خلاص يبقى احنا ايه شغالين مع، ما رسيش عليك اديك اشتريت الخطاب الضمان ب10,000، انت بتحطه هنا على البيت بوند. يعني لو اشتريته ب10,000 هتحطه هنا، وساعتها بتشتري خطاب ضمان ب1 مليون بكده. وال10,000 دي تعتبر هنا زي ما قلت تكلفة فيز، يعني مصاريف ان انا عايز اشتري خطاب الضمان. هنيجي بقى نط على طول على other bonds و retaining اللي هي برضو interests برضو. يعني ما انت ايه other bonds دي؟ دي other bond زي بالظبط البيت بوند، لو في اي بوند تاني انت حاطه مثلا اللي هو 10% اللي هو او البرفورمانس بوند، المشروع مثلا اللي احنا قلنا عليه اللي هو لو المشروع، قلنا في الاول في البيد لو المشروع عشان تخش في البيدنج بتاعه او اللي هي المنصة بتاعته هتحط 1% من ثمن المشروع في البنك، خطاب ضمان تجيب بيهم ان انت فعلا عامل كذا كذا باسم المالك كذا 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 3 شهور وجبنا حساب. طب في other bonds اللي هي ايه مثلا performance رسي عليك، ما انت برضو لما رسي عليك ما خدتش الفلوس، انت بالعكس انت زودت عن 1% بقت هتوصل البوند دي ل10% من انت، يعني انت كنت حاطط في الاول 1% بس خطاب ضمان كسبت هتحط 9% زيادة. يعني انا لو حطيت 1 مليون والمشروع ب100 مليون كسبته، هتروح حاطط 9 مليون زيادة، فيبقى انت حاطط 10 مليون في البنك لحساب
الملك هتفضل موجودة معاه لمدة المشروع كله، وسنة بعد المشروع لما يخلص حتى، اللي هي performance bond دي. فكده هيفضل، لو قلنا مثلا المشروع ده بلاش، لو قلنا المشروع ده مدته سنة واحدة، يبقى هيفضل الفلوس دي في البنك باسم المالك ده لمدة سنة، وسنة بعد ما المشروع يشتغل كده ففي سنتين. فهنا السنتين دول كده انا حصل لي ايه؟ خسر يعني. لو حط 10 مليون جنيه في بنك لمدة سنتين هيجيبوا لي فوائد كبيرة، يبقى انا كده عندي opportunity cost خسرتها. فهنا بحط في other bonds في اي سي، هنا هحط المبلغ طبعا، هضيف عليه المبلغ التاني اللي هو الريتيننج، الريتيننج اللي هو المستقطعات، يعني نخلص الاذر بونز اللي هي البرفورمانس بونز الاول، لان مثلا قلنا السنه المشروع شغال، وسنه تانية ضمان اللي هو لو المشروع حصل فيه حاجه بسحب من الفلوس دي. فانا كده حط 10 مليون لمده سنتين، شوف الارباح بتاعتهم كانت هتبقى كام في البنك، واضيفها هنا. وطبعا برضو هنا في نفس الفكرة بتاعت اللي هي البيت بوند اللي فوق، ان انت ممكن فعليا هنا تشتري برضو، يعني خطاب ضمان، تاخد لك خطاب ضمان نهائي ب500 ألف وخلاص، وتروح حاطه هنا في ال في في السعر على طول كده تضيفه. لكن لو انت مثلا اضطريت تعمل ايداع لل10 مليون، ساعتها هتضيف هنا، هتحط الرقم ده ساعتها ب2.4 مليون. يعني لو هتشتري من غير ما تحط فلوس فعلا هتشتري ب500 ألف وخلاص، وتضيف هنا 500 ألف. لو هتحط فلوس فعلية، اضطر ان انت تحط فلوس فعلية، هتضطر تحط 10 مليون لمدة سنتين، فهتطلع لك تقريبا اتنين، لو قلنا اللي هي برضو ان انت الفايدة 12% في السنة، هيطلع لك تقريبا 2,400,000 هتحطها هنا. طبعا عشان انت بتفرق، لو ليك علاقة كويسة مع البنك انت يا دوبك حاطط هنا 500 ألف، فهتخش المشروع وانت ايه، حاطط أرقام صغيرة تعرف تكسب منها. لكن لو ملكش علاقة مع البنك واضطريت تحط الفلوس فعليا، هتضطر ان تحط رقم كبير. في طبعا ممكن حد يضحي مش لازم اخد الانترست دي كلها، اعتبر الانترست سنة واحدة مش سنتين، ايا كان يعني. بس هو الفعلي انت المفروض تحطها هنا. الـ other bonds دي، الـ retaining دي عبارة عن ايه؟ انا برضو طبعا الـ retaining دي مش ثابتة ازاي، في حاجة اسمها المستقطعات، يعني المستخلص او الـ retention. المستخلص ده مثلا كل مستخلص هستقطع منه 10% هياخدهم في المستخلص النهائي. 10% دي مستقطع من كل ده، اتفاق ما بين المالك والمقاول، تقدم لي مستخلص ب10 مليون هستقطع منه 10% اللي هي مليون، واديك 9 مليون. تديني مستخلص تاني ب5 مليون هستقطع منه 10%، 500 ألف، واديك 4.5 مليون. هتديني مستخلص ب100 ألف هستقطع منه 10% هاخد منك 10 آلاف، واديك 90 ألف، وهكذا. كل ما تديني مستخلص هستقطع منه 10%، بيبقى ده ضمان مش فاكر اسمه بالعربي، ده من حسن السير يعني performance. برضه النقطة بقى ان هو انت بتعمل كده، ما انا دلوقتي ليا فلوس برضه، لو كانت في البنك دلوقتي كان زمانها كسبت منها ازاي. بس طبعا دي ما بتبقاش رقم ثابت، بضيف مثلا احسبها ان انا في الشهر الاول تحس هيتاخد مني مليون، طب يبقى الشهر الاول مليون، 10% منها العشرة اللي هي قصدي 1% من مليون، علشان البنك بيديني 12%، فيبقى 1% مثلا من من المليون دي، احنا لو قلنا 10% من المليون اللي هي 100 ألف، 1% اللي هي 10 آلاف، يبقى 10 آلاف. طب الشهر التاني كمان مليون، فيبقى الشهر التاني الانترست على اتنين على ال أو الشهر التاني 5 مليون. فبرضه نفس الحكاية، هحسب الانترست لو الفلوس دي اللي استقطعت من 5 مليون اللي هي 500 ألف اتحطت في البنك، هتجيب لي كام في شهر؟ الشهر التالت هيبقى المبلغ بيزيد جرادولي، أول مرة كان 10 آلاف، تاني مرة بقى 500 ألف وعشرة، تالت مرة يزيد يزيد. كل مرة تحسب النسبة المئوية بتاعت إن أنت اللي استقطع ده لما محطوط في البنك،
كان هيجيب لك قد ايه فايده، وتضيفها هنا، تجمع كل ده مع الاذر بوينتس كلها تحطها هنا خلاص. هتيجي بعديها يعني زي ما قلت، هتيجي يعني الريتنشن ده، هتيجي بعديها على الريسكس. احنا بلاش نتكلم على الريسك دلوقتي، انا عايز اتكلم على الجنرال اوفر هيد كده، نتكلم على الكونتينجنسز والريسك والبروفيت. خلي الريسك والبروفيت في الاخر، لان الريسك والبروفيت مع بعض بنديهم اسم تاني، مارك اب. الجنرال اوفر هيد هنا زي ما قلنا، اللي بيسموه برضو اوفيس اوفر هيد، اللي هي مرتبات الهيد اوفيس، الموظفين اللي هم بيشتغلوا من المكتب على المشروع ده، اللي هو مثلا حتى تكلفة الموظف اللي هو الأوفيس بوي شغال على المشروع ده، بتتحط في الجنرال أوفر هيد ده أو الجنرال أوفيس أوفر هيد. يعني مثلا لو قلنا تكلفة الهيد أوفيس 10 مليون، وعنده مشاريع ب100 مليون، يبقى المكتب ده بيصرف 10% على ال100 مليون. يبقى الفاكتور اللي عندي هنا اللي هو 10% يطلع بيه من مدير الشركة أمر ان كل المشاريع السنه دي اللي عندنا يروح، يعني يروح للراجل اللي بيعمل الكوست اسمين، نقول له زود 10% اوفر هيد على اي مشروع. المشروع ده ب10 مليون، زود عليه 10% اوفر هيد. المشروع ده ب100 مليون، زود عليه 10% او الهيد جنرال اوفر هيد. المشروع ده مليار، زود عليه 10% جنرال اوفر هيد. طب لو السنه التانيه كانت المشاريع ب20 مليون، ولكن اسمه ده قصدي سوري، لو السنة التانية كان الهود اوفيس بدل ما بياخد 10 مليون بياخد 20 مليون، عشان الناس بتزيد مرتباتها سنويا مثلا كده، بس حجم الأعمال مثلا عندي 1 بليون أو 1 مليار، ممكن يطلع مثلا المرة دي أمر إن من 2 لـ5% جنرال اوفر هيد على المشاريع اللي احنا هنشتغل فيها كلها. فالجنرال اوفر هيد اللي هو زي الاوفيس اوفر هيد، اللي هو المرتبات الناس شغاله في الاوفيس، الموظفين، اي حد شغال في المكتب، المبنى الرئيسي، وتكلفته بكهربته بميه بمرتبات بكل حاجه كده، هتبقى موجوده على الجنرال اوفر هيد. وزي ما اتفقنا، لو قلنا تكلفه الهيد اوفيس 10 مليون وعنده مشاريع ب100 مليون، يبقى ال10 مليون دي عباره عن 10% من ال100 مليون، يبقى نحط 10% على كل المشاريع اللي شغال عندنا، 10% على كلها. فأي مشروع أسعاره نزود عليه 10% في البند ده. طب لو السنة اللي بعديها ال10 مليون بقت 20 مليون، ممكن تقل حسب حجم الأعمال اللي عندك. ما هي ال20 مليون دي تساوي كام من ال1 بليون، ولا ال10 مليون دي تساوي كام واحد من ال100 مليون؟ النسبة دي بتاخدها الفاكتور ده، هو تضيفه على إيه؟ على المشاريع كلها في الجنرال اوفر هيد. انت بتخشش مشروع واحد مثلا، شركة بتخش كذا مشروع، زي شركة زي اوراسكوم، زي المقاولين عرم، وهكذا. الكونتينجنسيز دي اللي هما زي ما بيسموها نثريات، واللي هي تعتبر ليها يعني ارقام كده تقريبا من 1 لـ5% في الكونستراكشن، 40 لـ50% اويل اند جاز. الكونتينجنسيز دي اللي هي ايه؟ هي بتختلف من صناعة لتانية. يعني لو في الكونستراكشن بيسموها ساعات بيتي كاش، اللي هي فلوس بياخدها مدير المشروع، لو مثلا بيجيب أكل كل يوم، لو بيجيب شرب كل يوم، لو اسمه ده لو مثلا بياخد في اليوم، يعني ممكن يكون في اليوم بياخد له مثلا 5000 جنيه، دي اللي هي بيسموها بيتي كاش. طبعا لازم يكون عليها كنترول او كوست كنترول عادل، لان انت لازم ايه ال5000 معاك يومين دي للكونتينجنسيز. مثلا هتزود المرة دي حوافز للعمال عشان تشجعهم يشتغلوا اكتر عشان يخلصوا حاجة، هتغديهم، يجي في رمضان تعمل لهم مرة افطار، تعمل لهم مرة مش عارف سحور، هكذا يعني حسب. يعني دي ساعتها لو عندك حصل مصيبة في المشروع، مثلا عامل اتصاب، تروح واخده جاهي على المستشفى وتصرف عليه وتظبطه، تخليه يعني ياخد كل الرعاية الصحية وتدفع منها الكلام ده. بس ما فهي طبعا، بس خلي بالك الموضوع البيتي كاش دلوقتي يعني
كان بيتسرق بقى، كان يحصل اي حاجة يطلع بيه فوقتين مضروبة، فيعني مش هتلاقيه موجود دلوقتي كتير. انت مفروض مثلا البيتي كاش ده كان مفروض بتقفل حساب يومي او اسبوعيا، انت قفل، انت بتاخد كل يوم 5000، تيجي اخر يوم تقفل 5000 بانفويسز انت صرفتها في ايه ودفعتها في ايه وكده. لكن تيجي انت في او اسبوعين 5 في 5، لو بتاخد تشتغل 5 ايام ولا 6 ايام مثلا، يبقى 30,000 جنيه. فواتيرك ب 30,000 جنيه في الاسبوع ده تروح مصفيها وتسلمها للمحاسب، يبقى انت كده فعلا اخدت، والباقي لو في باقي بترجعه وهكذا. بس كانت طبعا حصل فيها سرقات او فيها بقى لف وكده، فعشان كده دلوقتي بقت تتاخد سلفة، وبعد كده بتاخد بتقوم بتسوي تقوم بتسويتها. يعني دلوقتي بقى مثلا يحصل حاجة موقع، تروح واخد سلفة وتعمل بيها، بعد كده تسويها، يعني تقدم بقى اللي اسمه ده للفويس ان انت عملت كذا كذا كذا، يروح دافعين لك الفلوس اللي انت عملتها. بس نيجي بقى هنا على الريسك. الريسك ده بنعمل فيه ايه؟ في الريسك مثلا في الاويل والجاز بتخش ضمن الكونتينجنسز. ليه بقى؟ لان الكونتينجنس اصلا نسبتها عالية زي ما قلنا، من 40 ل 50%، لان ال في ال في الريسك عامة بيبقى هو له تحليل او نوعين، كوانتيتيف وكواليتيتيف. يعني لو المشروع ده مثلا اول مرة هعمله، يبقى انا هحط ريسك عالي لان دي اول مرة اعمله. لكن لو عملت الريسك عالي جدا ممكن اخسر المشروع، لان انا زودت سعر جامد وحد غيري لا مش مزود اوي كده هو اللي هيكسب. زي ما قلنا القاعدة ان هو اللي اقل في العرض هيكسب غالبا بعد ما يكون العرض الفني بتاعه اتقبل. عشان كده مثلا بيتحط البروفيت والريسك مع بعض، اللي هو زي ما قلنا بنسميهم المارك اب. يعني مثلا لو قلت الريسك 10% وما حصلش اي ريسك، يبقى ال10% اللي انا كنت حاططها ريسك دي كانت كلها مكسب. طب لو قلت في ريسك 10% وحصل ريسك ب6%، يبقى انا كسبت 4%. طب لو قلت ريسك 10% وحصل ريسك 10%، يبقى انا خلاص ما كسبتش الريسك، بس انا كنت عامل حسابي على ريسك 10% وحصل فعليا. فلو حاطط، وساعات ناس كتيرة تخش مشروع يقول لك انا داخل زيرو بروفيت، هي مش زيرو فعليا. لو انت خدت بالك ان هو اللي قال لك انا داخل زيرو بروفيت، هو مش زيرو فعليا، ما هو عامل حسابه في اللي احنا قلنا عليه هنا في الريسك، مثلا 5% ولا 10%، البيت بونز والاذر بونز والريتنشنز الانشورنس، يعني كل دي بتبقى ايه، البيت بوند دي اكنها ايه الاوبورتيونيتي كوست، انا باخد فلوس اكني كنت هكسبها، يعني دي برضه اكني بدل ما انا حاطط الفلوس دي في مشروع حطيتها في البنك. في ناس بتحط زيرو بروفيت دليل ان هو ما دام الدنيا ماشيه وشغال، شغل المعدة بتاعتي وكده، واسمي اتحط على اللوحة وبالخمس ست شهور الناس عرفتني، فدخلت في المشروع التاني، ممكن ده قبل عمل، يعني أكن دي تكاليف الماركتينج بتاع المشروع بتاع الشركة، بدل ما اخد بروفيت خلاص البروفيت اللي انا اخدته ده أكني صرفته على الماركتينج، لان انا شغال في المشروع ده كويس وحط اسمي على ضيافة في كبير، مشروع قوي هيسمع هيخليني اخش بقى مشروعين تلاتة تانيين زيهم، او وانا شغال في المشروع ده ذات نفسه نفس المالك ده ليه مشاريع تانية، خلاص بقى أخش على مشروع تاني والتالت والرابع وهكذا. وفعليا مش هبقى فيه زيرو بروفيت. ليه؟ هو أنا هنا في البروفيت ده حاطط قدامه زيرو، بس أنا في ريسك أنا حاطط مثلا 20% أو 10%، فلو ما حصلش ريسك أنا اديني كسبت ده كله، والبواقي اللي احنا قلنا عليهم دي كلهم دي opportunity cost. ففي حوارات بتتقال كده إن أنت عامل زيرو بروفيت، بس هو مبيبقاش فعليا زيرو، انا كسبت ماركت وكسبت الكلام ده. بيقول لك احنا ازاي هنضع البروفيت ده عامة. انت عشان تحط البروفيت لازم تاخد بالك من حاجة، محدش يجي يفكر بقى يقول لك البروفيت ده انا لازم احطه يكون الرقم ده يعادل لو حطيت ال100 مليون اللي هو تكلفة المشروع ده في البنك لمدة سنتين. لا لا لا، متنساش ان انت فعليا مش معاك ال100 مليون في جيبك، انت فعليا ممكن يكون معاك 10% من المبلغ ده، 20% من المبلغ ده، يعني معاك 35% من المبلغ ده فقط كمعاول يعني، واللي هتبدأ بيه الشغل معاك مثلا 40 50 مليون اللي هتشتغل بيهم، اللي هتحط منهم 10 مليون ون، والتانيين تبدأ بقى ايه، دي ليها محاضرات تانية هنقولها قدام، ازاي تحسب ان انت تاخد بقى داخل المشروع ده بكام وكده.
بس يعني انت مش، فانت ما تقدرش تحسب تقول لي اه احط البروفيت على اساس يبقى لازم يكون البروفيت 40% لان البنك بيدي مثلا 20%، لا. او تقول لي لو لقيت البنك بيدي مثلا 20% وانا هنا البروفيت بتاعي 12%، مش لازم. انت لازم تاخد بالك ان انت مش معاك المبلغ كامل في جيبك، انت ممكن يكون معاك 10% بس من المبلغ ولا 15% وتخش المشروع، فانت فعليا مش خسران حاجة، ده انت بالعكس المشروع بتخلص وتاخد مستخلص، والمستخلص يشتغل وتاخد مستخلص وهكذا. ساعات اصلا تاخد مستخلص وانت اصلا دافع من جيبك ولسه المستخلص مسدس في الفلوس اللي عليه. يبقى هنا لازم تعمل ايه؟ ان انت عشان تحسب اولا الاوبورتونيتي كوست، قصدي سوري، هنا مش هحسب ان انا احط الاوبورتونيتي كوست، هحسب ايه بقى الاوبورتونيتي كوست هنا هحسبها، يعني انا قصدي ايه، انا قلت كلمتين غلط كده، انا قصدي هحسب هنا الاوبورتونيتي كوست على المبلغ اللي موجود معايا مش على المبلغ اللي يكلفه المشروع. بس يعني مثلا لو المشروع ده زي ما قلنا 100 مليون، هدخل ب 20 مليون، فانا ممكن هنا اشوف الاوبورتيونيتي كوست بتاعت ال 20 مليون دي كانت كام، وممكن بسبب ده اللي احط فيها البروفيت، لان ال 20 مليون دي كان ممكن ارميها في البنك تجيب لي مبلغ، وهي فعليا ال 20 مليون دخلت بيها دي هي اللي بدأت بيها المشروع، وهي اللي هتجيب لي في الاخر ال 100 مليون. احنا خلينا نتكلم على الكوست، قصدي على البرايس للمشروع ده 100 مليون مش الكوست، لان الكوست مثلا لو 80 مليون والبرايس يبقى انا هكسب 20 مليون. الفرق المفروض ما بين الكوست والبرايس ده المكسب بتاعي. فانت هنا تقول انا في ايدي دلوقتي 20 مليون، دول لو حطيتهم في البنك مدة سنتين يجيبوا لي كام؟ كذا. كام ده نسبة مئوية كذا، يبقى دي اللي هحطها في المشروع. المفروض تعمل كده طبعا. زي ما اتفقت برضه في فلسفات شركات تحط لك زيرو بروفيت، هو بيكسب السوق، بيكسب عماله، يكسب الماكينة، يكسب العائد اللي يحصل له، يحسب يكسب انه ياخد مشاريع تانية على حس المشروع ده وكده. يبقى اتفقنا احنا ايه مثلا، ثواني كده انا هشوف دلوقتي، شوف دلوقتي اللي احنا قلنا عليه، احنا حسبنا السي تي مثلا طلعت معانا 1,300,000، قصدي السي تي طلعت معانا 1,000,000 وجمعنا عليه الكلام ده بقت 1,300,000، بس انا قلت ايه هنضربها في 1.5 ونقعد دماغنا على طول تبقى 1,500,000، الرقم ايه يبقى 1,500,000، هنجمع عليه ده وده 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 وده، كل الكلام ده يتجمع عليه يطلع لنا رقم. خلاص يعني هنيجي هنا بص هقول لك ايه، if there يعني هتجمع بص البيت باينري سي زائد اي سي 1 زائد اي سي 11، يعني سوري هو قصده ايه سي تي زائد من اي سي 1 لغاية الكلام ده اللي احنا قلنا عليه، اللي هو احنا ناخد السي تي نضربها في 1.5 طلعنا الرقم ده، نجمع عليه الكلام ده كله هطلعنا الرقم ده. خلاص مش هنجمع عليه، سوري انا مش هنجمع، انا قصدي ايه احنا دلوقتي جبنا السي تي، خلي بالك ان دول يعني they are not linked with CT، ده ملوش دعوة بالسي تي، ده السيلز تاكسز من الماتيريال، ده مش عارف من الليبر، ده من الاكويبمنت وكده، فالارقام دي مش من السي تي، ملهاش علاقة بالسي تي، بتتجمع عليها. لكن الارقام دي كلها زي ما بيسموها نسبة من العقد. فانت اللي بتعمله لو قلنا السي تي ده هنضربه في 1.5 هيطلع لنا الرقم هنا صح، وهنيجي نضرب ده في النسبة يطلع لنا نجمع عليه، ونضرب ده في النسبة يطلع لنا عليه، يطلع لنا عليه. نيجي على الاي ام كده في الاخر، هل الاي ام في الاخر طلع يساوي، يعني لو طلع يساوي الاي ام 1 او قريب منه ولا لا؟